عظماء في الذاكرة. كان عظيم حلقتنا من رواد فكر النهضة في منتصف القرن العشرين بالمغرب، والذي تنوعت إسهاماته الأدبية والفكرية والشعرية والتاريخية، فجمع بين فنون الأدب والشعر وعلوم اللغة والفقه والتصوف والتاريخ، وكان له نشاط في الدعوة إلى مقاومة المحتل والمستعمر، وقد جسد نموذجا حيا للجمع بين هوية أمازيغية وبين انتماء عربي أصيل. دعونا نتعرف على هذا المحب للغتين والخادم للوطن والدين، والذي هو فخر للأمازيغ أولا وللعرب أجمعين. إنه محمد المختار بن علي بن أحمد السوسي الإلغي، الملقب برضا الله وبوزير التاج، والمعروف بمحمد المختار السوسي. شكرا لكل الأصدقاء العرب والأمازيغ الذين انضموا إلى عائلتنا، فنحن لا نبتغي من وراء تقديم شخصياتنا العظيمة الفرقة ولا الصراع مهما كان نوعه، إنما غايتنا تقديم كل ما يفيدنا فكرا وثقافة وإنسانية وحضارة. فلا تبخلوا عنا بملاحظاتكم القيمة وباقتراحاتكم الكريمة حتى نكون في المستوى المطلوب. كما أدعوكم جميعا لزيارة قناة شاب حق لنا أن نفتخر به كعاشق للحياة ومحب للخير. تجدون قناته تحت اسم كفيف وأفتخر، ولكم أن تتعرفوا على الجانب الإنساني فيه من خلال طلعتكم البهية على قناته. ولد العلامة والفقيه والوزير المغربي في إلغ سنة 1900 للميلاد، وهي قرية بناحية أيت أفقة في السوس الأقصى جنوب المغرب. ونشأ في أسرة عريقة ترسخ فيها حب العلم والتصوف، وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة واستظهار القرآن على عدة معلمين. كانت والدته رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي أول من بدأ تعليمه، فلقنته المبادئ الأولى للقراءة والكتابة وبعضا من القرآن الكريم، وقد ختم القرآن 7 ختمات وهو ما يزال في 10 من عمره، وتنقل بين عدة مدارس قرآنية. وقد كان والده الشيخ علي بن أحمد الإلغي رئيس الزاوية الدرقاوية. وهو لم يبلغ الحلم بعد، بدأت رحلته في طلب العلم. ففي سنة 1914 انتقل إلى منطقة إفران القريبة من قريته، وتعلم على يد الشاعر الطاهر الإفراني الذي كان له بالغ الأثر في تكوينه العلمي. وفي عام 1918 انتقل إلى مدرسة في أحواز مدينة مراكش، وبعد ذلك بعام التحق بمدرسة ابن يوسف، إحدى أهم المراكز العلمية بمراكش والمغرب عموما، وفيها تعلم على يد شيوخ كبار. وفي السنة 24 بعد 1900 حل بمدينة فاس للدراسة في جامعة القرويين، ثم قصد مدينة الرباط ليأخذ العلم عن أبرز علمائها في السنة 28 بعد 1919. كانت بداية علاقة المختار السوسي بالتدريس في زاوية والده، حيث انطلق في تدريس اللغة وعلوم القرآن والسيرة لجيرانه، وما لبث خبره أن ذاع بين الناس، فتقاطر عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب، ولفت ذلك انتباه أعين الباشا الكلاوي، فساومه في البداية وعرض عليه بعض المناصب، فلما يئس منه نفاه إلى مسقط رأسه، وحال بينه وبين طلبته، وتكررت مصادماته مع المستعمر وأعوانه، واشتدت بعد إصدار الظهير البربري. لم يقف السوسي بمعزل عن الأحداث السياسية التي كانت تعصف بالبلاد، فانخرط في مسلسل الإصلاح الذي أرسى قواعده علماء المغرب الأفاضل. أسس المختار السوسي جمعية علماء سوس التي أشرفت على بناء المعهد الإسلامي بمدينة تارودانت العريقة، وكان عضو اللجنة العلمية التي حررت مدونة الأحوال الشخصية المغربية قانون الأسرة. انخرط السوسي في حركة النضال السياسي والثقافي الذي خاضته نخبة الوطنيين في مرحلة إقامته بمدينة فاس، فقد ساهم في تأسيس جمعيتين، الأولى ثقافية باسم جمعية الحماسة وترأسها هو نفسه، والثانية سياسية سرية ترأسها الزعيم علال الفاسي.
وبعد مرحلة فاس والرباط عاد إلى مراكش، حيث اشتغل بالتعليم والتربية، واستعان بموارد أعماله التجارية وهبات المحسنين للإنفاق على طلبته، مركزا على تدريس المواد التي حاربها المستعمر كاللغة العربية والقرآن والتاريخ المغربي والسيرة النبوية والأدب والتفسير. ومن وحي تجربته حرض زملائه على بناء مدارس حرة تتمرد على مقررات التعليم الاستعماري، ولم تتأخر سلطات الحماية في الانتباه إلى خطورة نهج السوسي، فبادرت إلى نفيه عام 1937 إلى مسقط رأسه، حيث قضى 9 سنوات بعيدا عن طلبته وزملائه. ولما رفع عنه النفي سنة 1945 سارع بالعودة إلى مراكش واستأنف نشاطه التعليمي، فضايقه المستعمر مرة أخرى فانتقل إلى الدار البيضاء، غير أنه ما لبث أن ألقي عليه القبض عام 1952 ونفي من جديد إلى الصحراء مع طائفة من زعماء الحركة الوطنية، حيث قضوا نحو 2 سنين. وفي سنة 1954 أطلق سراح المختار السوسي ضمن أجواء الانفراج التي مهدت لاستقلال المغرب عام 1956، وقد أسندت إليه بعد ذلك عدة وظائف، لكنه ركز انطلاقا من سنة 1960 على تصنيف وإعداد مؤلفاته الغزيرة للنشر في سباق مع الزمن. فقد ألف المختار السوسي كتبا غزيرة ومتنوعة المضامين تشكل مرجعا لا غنى عنه في البحث التاريخي والأدبي والفقهي في المغرب، فقد بحث في تاريخ منطقة سوس وأنجز تراجم لأعلامها، ونقب في أسرار اللغة العربية وهو الأمازيغي المعتز بانتمائه، وكان رائدا في الشعر المغربي الكلاسيكي، وترجم نفائس من التراث العربي إلى الأمازيغية، وكان من أعلام السلفية المجددة في العلوم الدينية، ولذلك ترك للمكتبة كتبا جمة، منها كتابه النفيس المعسول والإلغيات وسوس العالمة إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة. عين المختار السوسي في سنة 1955 وزيرا للأوقاف في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، ثم عين عام 1956 وزيرا في مجلس التاج، وهي وزارة مستحدثة ثابتة أسسها الملك محمد الخامس رحمه الله، واختير في سنة 1960 قاضيا شرعيا للقصور الملكية إلى أن قابل الموت إثر حادث سير، فتوفي بذلك العالم المغربي محمد المختار السوسي في 17 من شهر نوفمبر من سنة 1963. فرحم الله عظيم حلقتنا المختار السوسي، الذي حق لنا أن نفخر وأن نفتخر به وأن نذكره وأن نتذكره دائما وأبدا، وألحقنا به مسلمين. هذه مسيرة حياة عظيم من عظماء سلسلتنا عظماء في الذاكرة، وما هذه الحلقة القصيرة التي نقدمها لكم إلا ذكرى لهؤلاء العظماء الذين أثروا في العالم لقرون كي لا يموت ذكرهم في قرطاس الذاكرة. مشاهدين الأوفياء، شكرا لكم على المشاهدة والاشتراك في القناة، كما نأمل أن تتركوا لنا تعليقا نستقي منه عنوانا لحلقاتنا القادمة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم السبت القادم. علي عبيد يحييكم، في أمان الله.